عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد مع هيثم في الصين. أنا موجود دلوقتي في شمال الصين في مدينة تشينداو، أو بيقولوها عندنا في مصر في كينج داو زي ما بيقولوا يعني، أو في الدول العربية. المهم إحنا موجود دلوقتي في أحد المصانع الشهيرة لصناعة كل أنواع الأخشاب. طبعا مش كل أنواع الأخشاب، لأن في أنواع معينة من الأخشاب بتتميز بيها الصين جدا جدا، وفي انواع الصين مش بتقدر انها تنافس فيها. ولذلك احنا مثلا على سبيل المثال عندنا في مصر والمنطقه العربيه الخشب لما بيجي من منطقتين غالبا، يا اما بيجي من الصين يا اما بيجي من روسيا وبعض شمال بعض دول شرق اوروبا. احنا عندنا هنا انا موجود بصراحه، طبعا موضوع الخشب وشغل الخشب ده شغل صعب شويه. ليه؟ لانه موضوع حساس وممكن الخامه يتلعب فيها وممكن بيبقى فيه قلق، ولذلك بيبقى صعب جدا حقيقي ان الكاستمر او العميل انه يشتغل لوحده، يعني انه يروح مصنع لوحده في شمال الصين او يشتغل لوحده. انا لو لا اؤيد هذا حقيقه، مش والله عشان اقول ان واحد يشتغل عن طريق مكتب، لا، في بعض البضائع الاخرى انت ممكن تشغلها لوحدك مفيش مشكله، لان في بعض البضائع الحساسه شويه اللي لازم تخاف على نفسك شويه، حتى لو انت بتتعامل مع مصنع مباشر. ويمكن في حالات كتير جدا جدا، ويمكن كان عندي عميل في مصر، ويمكن هو ممكن يكون من الناس اللي هتشوف الفيديو دي، وهو كان اشتغل مع مصنع مباشر في ليني زي ما بيقولوا، وانا اسف يعني اتلعب في الخامه واتضحك عليه بعد ما اتفق بعمل اتفاق. فبيبقى الموضوع صعب جدا ان انت تشتغل بطريقه مباشره. طبعا انا يمكن دي تقريبا سابع او ثامن مره اجي تشينداو وليني اللي هي مدينه المشهوره قوي بصناعه الخشب، لحد ما قعدت افوت وازور مصانع كتير واشوف خامات كتير واجرب ده واجرب ده واجرب ده، لحد ما الواحد فضل يعني الحمد لله ان احنا حرصنا ان احنا يكون معانا مصدر او اتنين او ثلاثه يعني يكونوا محل ثقه. طبعا بعد تعامل كتير وبعد ما عارفين ان انا قاعد في الصين وليا شغل على الميديا والتلفزيون الصيني والكلام ده كله، عشان ان هم يبتدوا ايه، لا يجب ان احنا نحرص واحنا بنشتغل مع هيثم ونكون مركزين معاه ونلتزم بالكلام او بنلتزم بالاتفاق اللي بيعمله هيثم. انا موجود في احد المصانع، وده صاحب المصنع وصاحب الشركه مستر بيتر. ويلكم، I'd like to thank you so much for your hospitality. Thank you so much. مستر بيتر هو حقيقي صراحة من الناس الناجحة جدا، هو رجل أعمال بيزنس مان ناجح جدا جدا، عنده فريق تيم بصراحة رائع جدا، يعني الناس في تعاون، يمكن عملنا معاهم نفذنا قبل كده أوردر واثنين وثلاثة، والناس بصراحة في نوع من الاستقرار، نوع من الثبات، نوع من الالتزام من الحاجات اللي بيعملوها. طبعا الشغل الأساسي هنا في مجال الخشب أساسي مثلا اللي هو MDF، حاجات MDF، حاجات اللي هي الخشب بتستخدم في الانشاءات اللي هي الفيلم فيس بليود. عندنا حاجات برضو صغيره، عندنا برضو في الفرومايكا، يمكن دي كانت عينه من احد العملاء والحمد لله شغالين فيها وبنشتغل فيها. حتى الخشب اللي هو الخشب العادي اللي احنا عندنا اللي هو الخشب في هنا برضو عندهم القشره، قشره الخشب هم منتج ليه كويس جدا جدا جدا. عندنا برضو دي انواع كتير، يمكن انا برضو حقيقه برضو ممكن ما اكونش متخصص جدا جدا، احنا حاليا الحمد لله بنحاول ان احنا نتخصص في الخشب ومنتجاته والحاجات اللي نقدر نعملها. طبعا عندنا حاجات البي في سي كلها اللي هي بتستخدم في الحلوق بتاعت الام دي اف، ترابيزات الام دي اف دي كلها انواع مختلفه من الحلوق، ومن طبعا على حسب المقاس وعلى حسب طول البكر اللي انت عايزها وعلى حسب الخامه وعلى حسب السكنس، ونفس الشيء في كل انواع الايه الخشب، دايما بيبقى على حسب الخامه، على حسب مقاس اللوح، على حسب التخانه اللي انت عايزها، على حسب الجوده اللي انت عايزها. وانا اعتقد ده كل ده بيدعم نقدر نقول طبعا بعد القرارات اللي معموله في مصر وبعض الدول العربيه انها بتحاول تشجع الصناعه في الدول بتاعتنا، فبيفضلوا على الاقل ان انت تاخد الماده الخام. اذا انا مش بعمل حاجه تتعارض مع الصناعه عندنا، بل بالعكس انا بقول لكم تعالوا خدوا ماده خام وصنعوا، فنقوم نصنع. واحنا برضو الحمد لله نقدر احنا نساعد في موضوع الماكينات، سواء مكن او خطوط الانتاج اللي بتطلع سواء الخشب او تقطع الخشب او تصنع الموبيليا او الكلام ده كله. عندنا جويس، يعني I'd like to thank you Joyce very much so for your cooperation. عندنا حاجات تانية برضو هم بصراحة بيحاولوا، دي بقى حاجات مش بتاعتهم هم مش بيصنعوها، بس بتبقى related طبعا لشغل طبعا المطابخ والحاجات دي كلها، في طبعا المجرة وفي المفصلة بكل أنواعها موجودة. دي بعض المنتجات، أنا قاعد في بزنس ميتنج احنا بنتفق على بعض الأوردرات وباخد منهم بعض الأسعار لبعض العملاء اللي عندنا.
فهتكلم بس حاجة أخت بقى بالإنجليزي معاهم. So Mr. Peter, I'd like to thank you very much again. I showed some of your products to our customers in Middle East countries. All Middle East countries, all people can speak Arabic. Now they are watching our videos. So I explained to them about your products, about your hospitality with your very so kind team. So I'd like to thank you so much. Thank you very much. طبعا مرفق بالفيديو طبعا التفاصيل والبيانات والاتصال كله ان شاء الله اللي طبعا يشرفنا يحب يشرفنا يتواصل في اي حاجه من الحاجات اللي موجوده. نحن نسعد باتصالكم ان شاء الله. احنا بنأمن لكم الديل, احنا بنظبط بنتابع معاهم الانتاج, بنتابع البرودكشن, بنعمل كل الحاجات دي كلها. يا رب ان شاء الله نقدر نفيدكم بحاجات جديده. كنتم مع هيثم في الصين, والى اللقاء, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.